يشرفني ويسعدني وجودي هنا، ويسعدني كثيرا أن أرى هذا العمل الرائع من جانب المصريين من المهندسين والمطورين والعاملين هنا. وأستطيع أن أقول أننا بالطبع ندرك ونقر أن هناك مرحلة جديدة بين بلدينا الصديقين صربيا ومصر. هناك الكثير أمامنا لنفعله، هناك الكثير ليتم فعله في المستقبل بين مصر وصربيا، وأتمنى أن نكون قادرين على تحقيق كل هذه الأعمال بالشكل الأمثل. ندعوكم بالطبع كدولة، وندعوكم ندعو الشركات المصرية للمشاركة في المنتدى القادم في 2027 لكي نرى الشركات المصرية وكيف ستشارك في بناء مختلف المشروعات هناك. بعضكم قد أتى بالفعل إلى بلغراد، واتفقنا على ما يمكن فعله في أعمالنا المشتركة بين مصر وصربيا، ويسعدني أن أرى أن بعض هذه الشركات قد أظهرت اهتماما كبيرا بالفعل بالعمل هناك. لا أستطيع أن أدحض الحقائق من شكوى بعض الناس من قلة وسائل التواصل بين مصر وصربيا، ولهذا على الأقل يجب أن يكون هناك بعض قنوات الاتصال. ولهذا أقول أن إير صربيا طيران صربيا سيقوم باستئناف رحلاته بين بلغراد والقاهرة بأسرع وقت ممكن، في غضون أسابيع، ربما شهرين فقط لا غير. ومرة أخرى نعيد بناء قنوات الاتصال والصلات من أجل بناء علاقات أفضل بين مصر وصربيا.